السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف عساكم جميعا؟ عساكم بخير. معكم هادي أول من سجل الإعلان اليوم مقطع جديد معكم من مدرب النادي الأهلي الحلقة الثانية. طيب أول شيء أنا آسف طبعا أكيد طبعا سحبت شهر كامل طبعا الحلقة الأولى اللي نسيتها نزلناها قبل شهر بعدين قعدت صورت مقطع بعدين سحبت 3 أسابيع الآن والأسبوع الجاي كمان شهر ما أعتقد إنكم شهر نرجع قوي شوي والله يوفقنا إن شاء الله. طيب يا جماعة طبعا أكيد إنه بنشوف دوما بدر طبعا أوكي تشكيل والله نسيت اللاعبين. طيب هذا المدافع غارسيا اللي إحنا جايبينه أوكي عندنا كان مو موجود. طيب كوم إدواردو فيليب أوكي جوسكي ربيعي هو النقاز موجود راح نمشي اوكي. طيب يا جماعه انا طبعا كنت مجهز لكم قبل كم اسبوعين تقريبا كنت مجهز لكم صفقتين ممكن اجيبهم الان ان شاء الله اجيبهم يعني بعطيكم وقت توقعوا ولا يلا 5 4 3 2 1 اللاعب هو اللاعبين الجانيني برونو تباتا الجانيني فاريس طبعا كان لاعب النادي الاهلي مهاجم وبرونو تباتا له الفوضى الشتوية بتمانجر. طيب يا جماعة اول شيء هذا جناح وهذا مهاجم تباتا يلعب جناح يمين ويسار تقريبا وجانيني مهاجم وجناح فممكن يا جماعة نتوقع مع تباتا اول طيب يا جماعه نشوف ممكن نعطيهم نقاز بس مره صعبه اتوقع النقاز صعبه كثير علينا بس نشوف قدمنا نقاز اوكي يبغون 8,900,000 اوكي يبقى عندنا 1,000,000. طيب تمام طيب يا جماعه المتابعات يكون لاعبنا. طيب نتفاوض مع اللاعب اهلا اهلا برونو تباتا اهلا ومرحبا يا برونو تباتا. طيب يا جماعة فاضي اللاعب طيب نعرض عليه حاصل طيب يبغى سنة هو طول عمره 24 سنة يا جماعة يبغى سنة واحدة بس يا جماعة نبغى 3 سنوات غالي عليه يعني تباتا سنتين اتفقنا يا جماعه ان تباتا معانا سنتين. طيب ما يبي شغل زايد احنا ما نبي بعد خلاص قبول الراتب 24,000 اوكي وكفها توقيع 160 واهداف اذا سجل 610 يعني المهم نبغاك احنا شايلين في الاهلي. طيب يا جماعه واخيرا وقعنا مع تباتا طيب وقعنا طيب يا جماعة شوف بس قطع تصوير معليش طيب نشوف وين تباتا طبعا هو جنب السابع صح؟ نبغى المؤشر حبيبي تعال مؤشر لو سمحت يعني وينك تباتا يا عمري يا تباتا. طبعا يا جماعة يعني كثير يقول ما كان عندكم خيار وكان عندك 3 أجنحة تختار منهم 2 عندك تباتا عندك هيثم الغريب ما راح تختار انا صراحة اختار هيثم وتباتا غريب يعني ناس مستوى صراحة بروح مع تباتا وهيثم اوكي كم اجنب عندنا غارسيا اول شيء وهذا 1 2 اليوسكي شيخ اليوسكي 3 فيليب 4 كوم 5 ادواردو 6 تباتا 7 السومو. يا جماعة أنا أفكر أبيع فيل برودريتش ونجيب جانين ومع السوم أو نحن نسمي فيليب ما هي مشكلة نبدأ الدوري نبقى نولع الدوري أوكي تعال. طبعا يا جماعة ما نقاز يعني زي ما أنتم عارفين مشكلة والله يكون في العون إن شاء الله مشكلة لأنه ما صرفنا نقاز
اوكي تبغى تاخذ رقم 15 والله ما يليق فيك يا ابو تبغى، لكن كيفك. طيب عندنا حسين المقهوي يرفض العروض، عند حسين المقهوي السومه تحتاجهم الفريق. اوكي ما ادري يا جماعه اذا تبون تجيب لاعبين زياده، بس انا اشوف انه لا، اتوقع الفريق جدا ممتاز الان. طيب احنا عندنا اتوقع الفيصل صح الاولى، شو دقيقه ايوه شهر هذا. اوكي راح يكون عندنا شهر اغسطس هذا اللي يبدا نخطط شوي، يقول نخطط انا خلصت المباراه الوديه، راح نلعب ضد الفيصلي ومك والحزم اتوقع صح، فان شاء الله الشهر يعني شوي صعب الفيصلي و وضمك، بس الحزم احترامي جدا فريق متهالك فبالراحة انت تفوز عليه. طيب طبعا راح نشرب في الهجوم اكيد العقيد، ما يعني ما ادري هل اجيب مهاجم مثل هزاع هزاع او اجيب مهاجم عن السومة يكون دكة مثلا ولا ما ادري، ما محتار في الموضوع عمر. اوكي جانا عرض يا هيثم عسيري اعاره. اوكي هيثم عسيري يبغون ضمك اعاره سنه، عفوا حسن اعاره سنتين، والله ما تشمنا يا يا حسن. اوكي هذا رفضنا عرض. اوكي الحزم يعني كان مسوي صفقه صراحه ذكيه، تذكر ذكي بس انه ما هي عليه. هيثم نحتاجه بالاهلي طبعا اكيد، يعني كباتا وعندنا السومة أي هجوم طبيعي، بس هو بس ترجع تشكيلة أبغى أقوى اللاعب دقيقة يعني 4-3-3 عمر تباتا هيثم يا ساتر اللاعبين، شوف 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 يا جماعة يا ساتر استغفر الله استغفر والله يا جماعة ثلاثة رعب، وعندنا غريب في الدكة وعندنا حسن العلي، فوالله انه كويس حسن بس انه ما يلعب معنا يلعب في الشباب بس مره كويس تبع يعني هذه بين بنات وصول لعيب. طيب يا جماعه خلي حسن علي احتياط الى يعني فتره الشتوي، اذا احتاج مهاجم راح نكمل مع واحد ثاني مع احترام ولقي برضه لعب هيثم ترى مهاجم. طيب طولنا مره على المباراه تبون مؤتمر ادخل مؤتمر هلا طيب كيف يؤثر الموسم التحضيري تشكيلنا قبل المباراة كان مسيء ولا لا؟ لما تعلم اخطائنا عندنا اخطاء يا جماعة بس ابغى احبة اللعيبة بس يا جماعة طموحنا الدولي والموسم الجاي شكله اسيوي، فيلا جارسيا ارفع معنوياتك يلا يا بطل يلا يا شباب لا تصدروا من اللايك والاشتراك نبغى نوصل 35 مشترك او 100 مشترك في اقرب وقت، ووصل هذا المقطع 6 لايك مثل يدروني. طيب نبدا بالمباراه، نبدا يا حبيبي الجوله الاولى المرتقبه للاهلاويين يا جماعه مرتقبه لنا جميعا. اوكي اوكي بدايه اليوسكي بدايه اليوسكي بدايه ظهير طار بدايه والله اني احب اليوسكي يا جماعه الله ان شاء الله يمتع في الملعب، وبرضه فيليب اذا ما اقتنع انت لما تشوف الشتوي يمكن يطير فيليب الشتوي يمكن يمكن مو اكيد افكر هذا الموضوع ان شاء الله لا ان شاء الله لا انا ما ادري، بس اذا اللاعب ما عجبني بيطلع. شوفوا يا جماعه الجمهور يا الله يا تيفو 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 لا لا اهلا بكم في الجوهره اهلا وسهلا بسم الله لمسه يا حقيق يلا ادواردو فيليب يوسكي يوسكي يا جماعه نبدا هجوم وين تباتا؟ تباتا هنا صح صح تبغى يا فيلم اليوسكي تبغى والله يا جماعة اليوسكي وتباتا في جهة واحدة نوين على ايش عندنا بس يا كوم جو صوت الريس حق فهد لا او الحمد لله الحمد لله يا جماعة اقول لك انه مو غلط فيها. اوكي ربيعي صح صح يا شباب على كذا ما حنفوز والله تباتا او اللمسة الاولى تباتا ايوه تباتا عمر عمر يا الله حلو 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 حلو
فهد حمد يا راجل يا هيثم. ايوه يا هيثم رجال يا هيثم. اوكي اليوسكي تاخذ يا تباتا الظهور الاول يا تباتا الله يوسكي لا بلادريتش هذا هو اوه شو هذا يوسكي تعال خذ اليوسكي سوي عرضية نشغل عرضيات من اليسار من اليمين جماعة والله لعبوا فينا والله هجماتهم خطيرة فيصل غريبة يا اخوي والله اليوسكي قطي اليوسكي يا اليوسكي بقي انت باك تكفى فيلم يا سلام يا فيلم لعيب ادواردو هو ما له اي ظهور قسم بالله ما ادري يعني ايش اللي يسوي مع هذا اللعيب يلا كم تعال سوبر تعال سوبر المسامة الاكيد يا الله عندي كيف قاعد المفروض يلعب من فوق المدافعين يعرفوك كذا ما جرى شيء ما جرى شيء هيثم يا هيثم تعال تعال يلا كوم يا وحش يا كوم والله محور ضغطكم شوف هيثم شوف 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 روح تباتا 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 الاول يا تباتا لا خلط قلتها خلط كيف حد ذا؟ طبعا ان شاء الله اوعدكم يا جماعه انه ان شاء الله الاسبوع الجاي في مقطع ثاني او يمكن يوم الثلاثاء اوعدكم في مقطع ينزل الاسبوع الجاي مقطعين للسلسله من جديد نرجع بقوه يعني. عمر يا الله يا فيلم يا تباتا يا تباتا يا تباتا كابتن السومة صح اتوقع الكابتن عمر دقيقة الحين 35 بيت الشوط الاول يا جماعة احنا ما سجلنا في 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 سو ما ادري كيف دوار يا سوبر يا سوبر كيف تلعب كذا كوم والله كوم يلعب احسن من ادوار في السنة عمر تكفى يا عمر يا عقيد يا عقيد كيف كذا هلال يلا في لب اليوسكي اليوسكي تبارك يا عمر تركيز تركيز لا ستين بس والله صفقة مع صفقة معلم صراحة بعد عمر عمر تعال 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 كم كم الحب عمر يا طار 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 تكوبات يا الله اليوسكي كافو اليوسكي طيب يا جماعة عند الشوط الأول راح أسوي بعض التعديلات أو ما أسوي تعديل صراحة ما أبغى أغير على التشكيلة بالعكس أنا عاجبني عاجبيني اللاعبين بالمستوى هذا فندخل عطول الشوط الثاني يعني ما أتوقع إني عبدت ما ليه أبد فايز ومرتاح وفريقي جدا أسطوري بس إدواردو يا جماعة طلع عنده مشكلة والله ما هو إدواردو اللي تعرف ترى دربته فيفا كم فيفا 19 والله يختلف إدواردو غير ثقيل يلا هيثم والله الاطراف يا جماعه خيال خيال ربي خيال ادواردو عمر يا ما في مشكله يا عصبت يا جماعه ان شاء الله الفوز بس ولا غيره يا حمد يا سلام يا فهد يا حمد
يا سلام يرسل حال اليسكر اليسكر اليسكر. يا ساتر يا جماعة والله فراغات الدفاع فتحنا فراغات. لا لا كم 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 الله عليك يا حبيبي معلش مع الصفص والله هدف سليكة بسم الله سليكة فيفا والله سلك والله بيطلع توار والله نزل غريب والله هيثم عليه هيثم شوف بعد الدوار دقيقة 60 70 ما قدم بينزل مين اللي هو غريب والله مرة كويس أكيد كثير بس هيثم أفضل صراحة عشان كذا ما لعبت أساسي. يا سلام شوف أسطورة اليوسكي شو يقدم والله شيء من خيال يا ولد خيال شوف 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 كوم شوف كوم بس شوف أنت حركات كوم يا ولد كويس الدوار يا سلام يا السوبر يا بيستمر السوبر بيستمر بيستمر يا جماعة اي حكم والله في يا جماعة ترفع ضغط هيثم 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 اوكي 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 عمر يا سلام بس مين يكمل ادواردو مين يكمل شوف شوف ادواردو يا سلام بعد احتفل يا اخوي خلاص يا سلام طيب يا جماعة راح اسوي تبديل تدرون برادريتش بار اول ما شفته في المباراه الاول ادوار بس انزل يا قهوي كذا مره كويس ترى التشكيل مره كويس اوكي راح يساعد شوي اللي هو حسين راح قهوي راح يساعد ادوار شوي صناعه اللعب وكويس يعني تبديل المنطقه صراحه يعني ابدل صراحه وبس يسدد عن من بعيد هذا الميزه اللي اشوف صح في برادريتش الكور شوف 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 تباتا يا معلم يا تباتا والله صفقة أسطورية إذا سجل بعطيه كابتنية والله مباراتين قدام أعطي كابتنية يستاهل والله اللي يبي يطول الدوري ها لا يا تباتا يا تباتا يا تباتا يا تباتا يا تباتا يا تباتا شو تسوي؟ ما أدري يعني والله صفقة سيئة دوار صراحة ما توفقنا فيه هذا فيفا يتكلم الحقيقة يعني كويس والله هيثم كوم شوف شوف فرانك والله احس انه مهاجم مثل ما اشوف قدام يطلع عمر يوه والله هذا حسسني انه ما ادري ايش حلو حلو يا جماعة راح يطلع يا شباب بس ما في احد يقهروني الله يعين يا جماعه والله شوف مدحت هذا السلسله هيثم يا اسطوره هيثم وتباتا والله كلمه عصا ثقيله فعلا من معاه دواردو ثقيل على البيس كذا بس طالع ولا هذا مين هذا قهوة 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 يا مقهوة بالفوز لا 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 قلت غلط اتوقع ان هارلك يقول لنا ما ادري والله شو صراحه بس مع احترامي ادواردو برا مستوى زبال ولا بريال ابي هيك ادواردو والله معليش بس غريب غريب يا غريب طلع الكره برا انا ابي طلع اليوسكي طلع طلع تباتا تباتا اليوسكي طلعوه بس نبغى غريب حنا ما يريد لنا غريب حنا او كمان سوما اللعبة لا والله يا عيال اول مباراة زي الحقيقة سبحان الله تعالوا يا مقهوي قهوي قهوي يا اخي بالانتصار تروح عمر عمر معاك مين روح عمر تكفى يا عمر تكفى يا عمر تكفى يا عمر تكفى يا عمر ضاقت ضاعت 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 خلاص غريب رد علي غريب يا جماعة أول مباراة هي تعادل والله هدف ما أدري كيف جاء بس الله يعين إن شاء الله ربيع مشكلة ممكن يلعب سيم المرة الجاية
ولا تسديد يمكن هم للهدف بس. لكم في العمر ما في مؤتمر يا اخوي، والله ما في مؤتمر خلاص. طيب يا جماعة نشوف مباراة الحزم. الحزم اتوقع صح الجاي ولا كيف؟ ايوه الحزم 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 حلوين حلوين. هنلعب ضد الحزم بعدين ضمك. ما ادري يا جماعة هل تبغون اللي هو ضمك ضمك المباراة الحلقة الجاية ولا تبغون هذه الحلقة؟ ما ادري. شوف الحزم حنسوي لها سكيب، انها مباراة جدا جدا يعني شو اقول لك؟ مباراة عادية جدا. فريق صغير احترام يعني بيهبط بسبب انه ما عنده اي عنصر اصلا كويس. على ولا جوني يعني لا يدقق. تكفون يا عيال تكفون التركيز والفوز في النقاط. يلا عيال يلا شباب لا ما حتصير. يلا يلا شباب يلا شباب لو خسرت وقت منكم. اوكي اوكي تباتا اول هلا يا تباتا هيثم تباتا السومه كوم يا عيني قلت لكم انا كوم مبدع في الكارير ذا مبدعكم مره مبدع. اوكي اوكي كوم والله يا جماعة أول ذا مخاطب. إحنا أي مركز الآن؟ إحنا الحين عندنا أربع نقاط، أخذنا نقطة من قدام اللي هو الفيصلي وفزنا على الحزم أخذنا ثلاث نقاط أخذنا أربعة، وإحنا المتصدرين يجي ورانا الفيصلي يجي ورانا برضو الرعد. أوكي وين الهلال؟ وين الاتحاد؟ وين الشباب؟ وين الطائي؟ وينهم؟ وين ضمك؟ الأهلي أول يا جماعة، الأهلي أول في هذه السلسلة. طيب ضمك يا الله جابك يا فارس الجنوب توقع صح؟ هل نلعبها يا جماعة؟ والله إني محتار. نلعبها تطول الحلقة خلاص، يعني إحنا وصلنا كم كم دقيقة. خلي الحلقة الجاية. عنده عرض مؤشر. من الاتحاد أوه. يا جماعة عندنا عرض السنوات من الاتحاد، بخلي هذا كله في الحلقة الجاية. اكتب تحت في التعليقات، اكتبوا تحت التعليقات، هل نبيع المؤشر للاتحاد أو لا؟ طيب يا جماعة، نعم صار هناك الفيديو السنة بشوف القناة، فعل زر التحميل وعلم جاي اسمع له وش اسمك مشترك، وصف هذا المقطع زي ما قلت لكم بستة لايك، ويلا مع السلامة.